ثابكم الله. إذا طهرت المرأة من حيضها وبعد بل وبعد 5 أو 6 أيام ظهر عليها بعض الدم واستمر يوما أو يومين، هل يعد هذا دم حيض فتمتنع عن الصلاة والصوم ويجب عليها الاغتسال بعد انقطاع هذا الدم أم لا؟ إذا كانت عادتها تامة ورأت النقاء التام واغتسلت ثم ظهر دم بعد ذلك، دم يسير بعد ذلك، كدرة أو صفرة أو دم يسير، فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.